السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله ماشي خياطه وماشي في صاله، يعني خفيف ظريف ان شاء الله ما تعطلش عليكم. بغيت غير نتقاسم معكم هاد التويبات هادو، خرجتو عجبوني صراحه، توب الملحفه. كتعرفوا انني متواجده في مدينه تيزنيت صراحه، الله يعمرها دار الناس ديالها. هذا التوب الملحفه يعني كيجيو بيجامات صراحه، كيجيو زوينين بزاف، كيجيو باردين للعيد. هذا هادي حتى هو هذا ملحفه، حتى هذا كذلك. شوفوا اللوينات صراحه فنين، التويبات باردين. خديتهم هذا خديتو 60 درهم الواحد، هذا 60 يعني 60 درهم الواحد، صراحه رخاص، لقيتهم رخاصين وعجبني. حتى التويب ديالهم صراحه بارد وزوين. غادي نخدم لكم فيهم ان شاء الله شي موديلات صراحه فنين، والله خيتهم من بعض الكليانات وهذا وعجبوني، وقلت علاش لا ما نخيطهمش راسي انا، يعني تخيطوهم راسكم والوالده ديالكم ان شاء الله، ولا حماتك ولا خواتاتك ولا المهم اللي عزازين عليك. هذا التوب ديال الجين، ولكن فيه انواع باش تبغي تمشيو تشريوه، لان واحد المره سبق لي وقعت لي خديته وكان كيتقطع التوب، كتجرو هكا كيتمزق. هذا لا، هذا صحيح، سمعوا انا كيكون صحيح تبارك الله، زوين. هذا نخيط فيه واحد الموديل، ديجا خيطته لراسي، خيطت فيه جوج ديال هذا لان عجبني بزاف، واللي كيشوفو كيسولني عليه واش ديال تركيا، فين خديتي، فين خيطتو، فهذا كنقول لهم خيطتو يعني خدمتو للناس بزاف، يعني فيما كيشوفو عليا كيبغيو يخيطو فحالو. وقلت علاش لا ان شاء الله نتقاسمو معكم، غادي نحطو لكم. كيجيب السروال ديالو المحتجبات والاصحاب اللباس الشرعي، يعني كيجي السروال عريض وزوين ان شاء الله يا ربي. المهم نتوما تابوناو فلاشين ديالي وديروا لي لايك باش تدعموا القناه ان شاء الله، باش نستمر انا في هذا القناه ونزيد نعطيكم الكثير ان شاء الله يا ربي. كاين بزاف ديال الموديلات الصراحه اللي خدمتهم الكليانات جابوهم ليا، يعني شافوهم في فيسبوك ولا هذا، بحال هادو مثلا دايرين ضجه تبارك الله في هذا، يعني مطلوبين بزاف، شتي كيجيو مريحين وزوينين في اللبسه ديالهم. كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتكون وما يكونش ثقيل عليكم، سمحوا لي بزاف، وشكرا على المتابعه والسلام عليكم. وما تنساوش قبل ما تخرجوا انكم تابوناو في لاشين ديالي باش ملي ننزل شي موديل يوصلكم ان شاء الله وتشوفوا وتستافدوا منه. وبسلام عليكم وشكرا على المشاهده.